بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان موديل 2022 الاصدار الرابع. النهارده بنسلمها للاستاذ خالد اللي طلب ان احنا نرخصها له 3 سنين ورخصنا له الحمد لله. الاستاذ خالد من محافظه الدقهليه، حبيت بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه، ايه رايك في العربيه؟ العربيه ممتازه وجميله وما شاء الله تبارك الله، حاجه ممتازه جدا بالاوبشن الجديد اللي فيها والكاميرات والحاجات اللي فيها. اس زد الاصدار الاصدار، حاجه ممتازه ما شاء الله. الشاشه والكاميرا وكل حاجه ممتازه ما شاء الله. طب المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض؟ معامله زي الفل وناس محترمه، ومش بنقول الكلام ده عشان يعني احنا بنسجل ولا كده، لا ما شاء الله عليكم، انتوا ناس محترمين وناس ثقه بصراحه. تمام. حضرتك طلبت مننا ان احنا رخصتك العربيه 3 سنين عشان خاطر الترخيص من عندك ما واقف. رخصنا لحضرتك العربيه، رخصت العربيه والحمد لله، وانا جاي بستلم اهو. تمام. وحضرتك خدت توكيل مفتوح تجديد الترخيص؟ خدت التوكيل وزي الفل. تمام. محدش اثر معاك في المعرفه؟ لا ما اثرتش معانا ما شاء الله. تمام الحمد لله. الله يبارك لك. راضي عن مكان ان شاء الله؟ طبعا الحمد لله. واحنا ننصح الناس كلها بانها تيجي تتعامل مع غصن الزيتون. طيب اهلك بقى وخدتك واصحابك وجيرانك اللي في مطروح هناك، تحب تنصحهم بيه يعني اللي انت لقيته هنا؟ انصحهم انهم يجوا هنا، والمعامله هنا ثقه وكانك انت بتشتري لنفسك. تمام بالظبط كده يعني. ربنا يبارك لك. الله يكرمك. الله الاستاذ مصباح برضو كده، حابينك تشاركنا وتقول لنا رايك في المعامله بتاعت المعرض خاطرك الناس الموجوده. ما شاء الله يعني. حاول تقرب بس المايك شويه. ما شاء الله عليكم يعني، ما شاء الله، ربنا يديك الصحة. ربنا يبارك لك حاج مصطفى. ما حدش قصر معاك في حاجة؟ لا بصراحة انتوا عملتوا رولي وأكثر من رولي كمان. تمام أوي. والله. طيب إيه رأيك في العربية؟ والله عربية ما شاء الله. تمام يعني الحمد لله. ما شاء الله عليها يعني. تمام. الأوبشن بتاعتها يعني ما شاء الله. والكماليات والأوبشن اللي موجود فيها. ما شاء الله ما شاء الله. تمام أوي. ما شاء الله. الناس اللي بتتابعنا طيب على اليوتيوب دلوقتي تحب تقول لهم إيه؟ والله أنصحهم بزيارة. تمام. يعني انصحهم بزياره الان. محدش هيخسر حاجه لو جه اتفرج وشاف الدنيا. هو انت هتمسك فيه؟ تمام ابدا. هو يجي يتفرج ويشوف المعامله بنفسه. ربنا يبارك لك يا حاج مصطفى. بصراحه ناس محترمه واهل سفر. دي شهاده فوق دماغنا. والله. ربنا يبارك. الله يبارك. في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديكم خيرها وفيكم شرها ان شاء الله. تمام يا حاج مصطفى. برعايه الله. برعايه الله. تمام يا حضرتك.